انا بشكر الاستاذ ممدوح عباس والاستاذ ايمن عباس، هم شاركوا في هذا المستشفى والعياده مشاركه ايجابيه، ومجموعه من اعضاء نادي الزمالك برضو يعني كان لهم فضل في وجود هذا المركز. والدكتور عبد الله جورج ما اقدرش نستغنى عن الدكتور عبد الله جورج والمجهود اللي قام بيه بجد. انا فخور ان احنا داخل نادي الزمالك في هذه المستشفى الصغيره اللي على قد اعضاء النادي، وبلس يعني اشكر الشكر جزيل للدكتور حازم خميس مدير مستشفى وادي النيل لما يقوم به من مجهودات بجد بيساعد نادي الزمالك. فانا بحب برضو انسب الحق لاصحابه، بشكر الدكتور حازم بجد والدكتور عبد الله والاستاذ ممدوح والاستاذ ايمن، وان شاء الله الاعضاء النادي اللي جاي احسن بكتير من اللي فات. قبل ما اقول لك مبروك على السوبر وعبال السوبر المصري، نحب نقول لك برضه هم بالتاكيد ساعدوا حضرتك لثقتهم وامانتك لنادي الزمالك. يعني كل الجمهور الزمالكاوي ساعد في تحقيق هذه البطوله او البطولتين القاريتين اللي احنا حصلنا عليهم، كل محبي نادي الزمالك. يمكن احنا كمجلس اداره اقل الناس يعني كان لها هذا المفعول، انما من اول جمهور نادي الزمالك ومحبي نادي الزمالك هم لهم الفضل الاول. بنرحب بيك ونقول لك في الاول مبروك على السوبر، مبروك على العياده، مبروك علينا مجلس الاداره اللي حقق لنا يمكن حاجات كتيرة قوي. نادي الزمالك اتغير. لا انا قبل ما تباركيلي على البطولات باركيلي على السيستم، باركيلي على النظام، باركيلي على الاحترام، باركيلي على التواضع ونكران الذات. وال يعني كابتن حسين لبيب يعني له افضال ومع ذلك بيقول انا اقل واحد ومجلس الاداره اقل ناس. هذه هي الروح اللي احنا طول عمرنا كان نفسنا تبقى موجود وبقت موجوده. دي اللي هتجيب الكونفدراليه وتجيب السوبر وتجيب السوبر اللي بعده وتجيب الدوري وتجيب، وحتى لو ما جابتش كفايه انها موجوده لانها رياضه. انا بصراحه نفسي اعمل وهنعمله، ده هديه مننا، عايزين نعمل فيلم تسجيلي كبير عن نادي الزمالك. فيلم تسجيلي محترم. يقول وعد يا دكتور مدحت، وعد يا دكتور مدحت. انا همسك في دي يا دكتور. همسك في دي. عمرنا قلنا حاجه ما تعملش. لا عمرك. قال العدل عائله زملكاويه معتبره وكلهم ناس افاضل وبجد يعني بيعشقوا حاجه اسمها نادي الزمالك. طبعا. لا ومش فيلم دوكيومنتري سهل، فيلم دوكيومنتري زي اللي بتشوفه على ديسكفري، حاجه ثلاث ساعات، حاجه محترمه، حاجه تقول النادي ده ايه، لان الاجيال اللي جايه مش هنبقى موجودين، ربنا يدينا كلنا طول العمر، بس الاجيال اللي جايه لازم تعرف نادي الزمالك وتاريخ نادي الزمالك وقيمه نادي الزمالك اللي بعض الناس بتحاول تقلل منها، بس التاريخ اللي هيقول مش احنا ايه هو نادي الزمالك.